رفضت الإقامة مع والدها بعد طلاقها، سجنها. انت بقى كيف تحسي فيه انه اول يوم في العيد تبغي بنتك تشوفيها لابسه ورايحه طيب؟ كان املها ان ياتي احد وياخذ بيدها، لكن في العيد وقاعد تعيد لعيالك وقاعد ما انت حاس فيه انك رامين هناك بين اربع جدران. يا ريت مسويه شيء فعلا يستحق السجن ويستحق اكون انا مستاهله. القصة كاملة في كلام نواعم، الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.